ستيفن ضليت وحدك اشرح. ما ولا ما عليك. كل يوم اروح يمال للقبر سوى بالشارع ما تفيد ما تجاوب. رحلت مريم التي كانت تنوي إقامة زفافها خلال أسابيع، وتركت ستيفن وحيداً يعيش على ذكرها، يرتدي خاتمها ويحمل ما يعرف بالهبرية أو كفية التلويح بالأعراس التي كانت تحملها مريم ليلة عرس النار. آخر مكالمة الشرطة. وينك؟ راح أموت، أحبك أني، دير بالك على روحك. يا بشكو احكي، القاعدة تحترق، أني راح أموت. نقول يا ما سأجي ثواني ما وصلت للقاعة نار كلها، كسرت الجامعات بيبان ما قدرت أطلع. فلشوا الحائط وطلعوها قاعدة ما محترقة ولا شيء، بس قاعدة موبايلها بصفها محابس مالتها لم تكتمل أحلام ستيفن ومريم ولا حتى تجهيزات العرس، على الرغم من أنهم باشروا بها، فالعوائق الوظيفية والدراسية أخرتهم حتى وقف الفساد حائلا أمام لم شملهم، ليبقى خطيبها الذي عشقها منذ عيد الحب حزينا متحسرا. خطبتها بعيد الحب، قلت لها أني أحلى هدية أجي، ورد وباقة وتصوير وسوالف حلوة كانت. كل يوم أروح يمال للقبر سوى بالشارع ما تفيد ما تجاوب. بس رسالة أخيرة لمريم أنت توجهها إلها، شو تقول؟ مش ما أحكي قليل بحق، ما أعرف شو أقول. حكيت هواي هناك بالقبر. شو قلت لها؟ قومي، ضليت وحدي، عافتني، كنا متفقين نسوي فلان شي وفلان شي وعرسنا قريب ونحجز وراحت جسم. صور يحتضنها العشيق المكلوم لأنها كل ما تبقى من خطيبته، ولم يبقى بين يديه سوى المكالمة الأخيرة التي أبلغته فيها إنها وسط النيران، وذكرى عندما دخل بحثا عنها ووجدها قد رحلت خنقا بالدخان لا بالنار. للشرقية نيوز، عثمان الشلش، قرقوش المنكوبة.